داكشي كتصايبوه في حيل مهمه ديالك اسيدي. دابا انتقلتوا لهنا ل جبتوا معاكم الفكره ديال الحي المحمدي لهنا؟ طلعنا هنا راه سكننا هنا راه ضروري. انا عايش خويا يوسف خويا بصحة. كيفاش يعني بقات نفس الفكره بقات نفس اللمسه؟ امين الفكره نفس الفكره نفس اللمسه هي اللي كاينه. شي خمسه الخبزات انا مزوج الا المرات ديال اختي زوينه كلشي كنا معروفين فيها في الحي المحمدي مزيان. خدمنا في الحي تبارك الله راه ماشي الله يعطيك الصحة خويا أمين. ما خدمناش بها شوية في الحي وجينا طلعنا بها هنا ثاني راه هنا راه سبع سنين وحنا فيها هنايا الحمد لله وغادا الأمور بخير وعلى خير. ومرحبا كاع الكليان ديال خليل مرحبا بهم ديال كرانادا. شنو تبغي تقول ساكنة الحي المحمدي؟ وكنشكروا الدراري كاملين ديال الحي المحمدي كلشي اللي نعرفوه واللي ما نعرفوش كلشي نشكروهم كلشي مرحبا بهم أي وقت. أنا خدمت مع كلشي الحي المحمدي كامل خدمت معاه دايرة بعين السبع زرارة كاملة خدمت معاها. كلمة أخيرة كنشكركم نتوما وكنشكر جميع الكليات ديالي كاملين. باش معروفين نتوما؟ كرانادا خليل كرانادا. إلى اللقاء. أها نجيبوا الخويا انا نعطيك خوخه وقسمت الخبز شبيكات اخويا خالد اها اخويا الصوم اه مروان